أي نادي راح تلعب؟ ما عنديش يوم. لا 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 يوجد. ألا؟ ما لقيتش. ما لازمتها ثاني النوادي هكا لازمتها شوي حوايج وأوراق ومعرفة وهكا طق طق اسمها كيسر حوايج. حتى في عمركم كان معرفة في الكرة؟ إيه شوي الدنيا كلها في المعرفة والله. أها أنت تلعب كرة قدم مليح؟ نلعب مليح لأنه دفاع ولا هجوم ولا وسط؟ سات ما شاء الله. أنا هنا دي راك حاب تلعب له؟ العشاش. العشاش؟ العشاش. من قبل انضميت إلى أحد النوادي في الشط؟ نعم انضميت إلى أكاديمية الرياضة في الشط. وعلى ما كملتش؟ لأن ما تعبتني ياسر مش شوي من الرمال للشط ياسر. ساعات يكلمنا يقول لنا راه كاين كونترات مع ساعتين ثلاثة تاع القايلة. ياسر عني الكار ساعات ما تخدمش ساعات فك ديفوات. وحنا نخدموا نلعبوا استغفر الله عفوا نلعبوا سبت وثلاث كونترات جينا ثلاث وساعات ما تخدمش الكيران. صح نبقى ساعات نمشي هكا رجلي عنك رجلي وساعات ما واتاتي. تعبت ياسر مش شوي عن جالي كورة تعبت. يلعبوا فيك حقرينك تلعب؟ كيما قلت لك والله لازم المعرفة تلعب. انا كنت نلعب درنا اللي قيمة نلعب اساسي مش قضية هكا بانك كما يقولوا فالع بعد. نلعب واساسي في الكونترات. نشكر حسين باتيستا قدم في مستوى مليح. نشكر حسين باتيستا كان يسمع فيا تو حسين باتيستا نشكره ياسر مش شوي نشكره اللي كان هو ثانا كان يدخل فيا ويلعب فيا والدنيا كل وش مستحق يسلم لي. نعم. بعد عندي حتى مغنوم شوي بالسباحة نعرف نعوم كنت نروح هكا الدزناف نعوم هكا كل خطرة كيفاش. هذا مكان هذه هي ماذا بيا ندخل النادي حاب نلعب كورة بعد تجارة بإذن الله تكمل الدورة بإذن الله نشوفوا نادي. هذا نداء إلى كل النوادي اللي حابة تستثمر في الرجل الصغير ومحبوب الجماهير سليم عبد القوي. أراه حاب يلعب في أحد النوادي المميزة نادي العشاش ولا نادي المنظر الجميل ولا أمال سوف ولا أي نادي أراه يستحق جوار باش يقود القاطرة هكا الهجومية. أراه عبد القوي سليم وأنا نوعدك إن شاء الله العام هذا ندخلك الفريق نتحب بإذن الله ندخلك العشاش ولا نادي المنظر الجميل ولا أمال سوف أي فريق حاب تلعب له تدلل إن شاء الله. كي خيرك من ثلاثة هذا من تحب تروح؟ لا شاش أكيد. لا شاش إذا العام هذا بإذن الله راك في العشاش إن شاء الله. وأكيد راهم مسؤولين عن فريق العشاش الفئة الصغرى راهم يشاهدوا فينا وراح إن شاء الله يعطوك دعوة رسمية للانضمام لنادي العشاش ويعطوك الكابيتان.